يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء انهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء الحلقة السادسه بعد العاشره والمئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة, مرابطة الأحرار في فناء, فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. البراءة الذهبية طلق, طلق منهج, منهج أصحاب, أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائناً, بائنا لا رجعة فيه, فيه إن كنت, كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثامن عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم حيث ضحكوا على ذقوننا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه بينما أئمتنا صلوات الله عليهم يقولون ان الامه ارتدت بتمامها بكلها وستبقى على ضلالها وارتدادها مسلوبه التوفيق حتى ظهور الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا اريد ان اقف طويلا عند هذا العنوان لكنني اذكركم فقط من انني قد فتحت بابا للتطبيقات حتى وصلت الى التطبيق الرابع في اجواء المرجعيه الدينيه الشيعيه التطبيق الرابع مناهج الاصلاح الضاله وتحديدا في هذا العنوان حرب الشهاده الثالثه وهذا هو الجزء الثالث مشكلتنا نحن في هذه الاجيال في جيلنا في الاجيال التي تاتي بعدنا وفي الاجيال التي سبقتنا مشكلتنا في واقعنا الشيعي الديني وتحديدا في واقع المرجعيه الشيعيه في واقع المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه مشكلتنا تبدا من الطوسي محمد بن الحسن الطوسي الذي ابتدأت مرجعيته سنة 436 وستة وثلاثين للهجرة ابتدأت مرجعيته في بغداد في حلقة يوم غد سأحكي لكم حكاية الطوسي حكاية مصيبتنا حكاية طامتنا في حلقة يوم غد انتظروني الحكاية مهمة جدا حتى تعرفوا من اين بدأت مصيبتنا أتحدث عن مصيبة واقعنا الشيعي فهذا الرجل بدأت مرجعيته في بغداد سنه اربعمئه وسته وثلاثين للهجره انتقل بعد ذلك الى النجف سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره واسس حوزه النجف المشؤومه الملعونه ألا لعنه الله عليها لقد دمرت دين محمد وال محمد منذ الطوسي المشؤوم والى يومنا هذا الى هؤلاء المراجع السفهاء في زماننا وفي الازمنه الاتيه يبدو ان المنهج سيبقى مستمرا الى ظهور الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبقي مرجعا في النجف الى ان توفي سنه 460 للهجره وهو الذي اسس لتوريث المرجعيه فجاءنا ولده الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي الذي اعطوه لقبا ولقبوه بالمفيد الثاني وهو فد واحد دماغ سز احمار لهفهم ولا علم وبقي مرجعا للشيعة ما يقرب من ستين سنة طيح حظنا وطيح حظ الشيعة وإلى هذا اليوم مراجع الشيعة طايع حظهم وعامة الشيعة طايع حظهم من ذلك الطوسي المشؤوم وولده الصقط الطايع حظه لا تقبلون بهذه الألفاظ أنتم أحرار هذه قضية راجعة إليكم لكنني سأرغم أنافكم وآناف آبائكم على قبول الحقائق فأنا أتحدث بعلم أنا أتحدث بحق وصدق أنا أتحدث من المصادر من الوثائق هذه قناة القمر إنها قناه الحقائق انها قناه الوثائق اذا كنتم تطلبون الحقيقه كي تصلوا الى شاطئ الامان فهذا هو سونار ال محمد نذهب الى فاصل <applause> ان ينجي اشحالك نجبل علي الي شل يموت ان ينجي اشحالك نجبل علي كي يجاور دل جامعك او كي يصهر ملكك خيفي جيتني خالي. الله أكبر جيتني خالي أوليا خيالك عفت ريمي جيتني خالي أوليا

حلقة يوم غد كي تعرفوا من اين بدأت الحكايه اما في حلقتنا لهذا اليوم فانني وعدتكم ان احدثكم عن جانب من خيانه شيخ الطائفه انه الطوسي خيانه الطوسي خيانه عظيمه جدا وكبيره جدا لا استطيع ان استعرضها لكم لا في حلقه ولا في حلقتين لكنني ساعرض لكم انموذجا من خيانه الطوسي هذا لا اريد ان احاكم نيته لا شان لي بنيته اكانت نيته حسنه ام كانت نيته سيئه هذا امر يحاسبه عليه امام زمانه انا اتحدث عن شيء موجود على ارض الواقع وبالنسبه لي العالم ان كان شيعيا او كان سنيا هو مجموعه كتب فانا لست معاصرا للطوسي وحتى لو كنت معاصرا للطوسي فلا شان لي بتكوينه المادي بجسمه بوجهه بطوله بقصره لا شان لي به العالم المرجع الفقيه الفيلسوف عندي عبارة عن مجموعة كتب فأنا أشتغل وأتحرك في هذا المجال على أي حال موعدنا غدا مع الحكاية من بدايتها مع حكاية الطوسي ولكن في هذه الحلقة سأعرض لكم أنموذجا مصغرا من خيانه الطوسي التي لا زال مراجع الشيعه مستمرين على الخيانه نفسها فالسيستاني على نفس الخيانه وكذلك الخوئي قبله والذين سبقوهما والذين عاصروهما الموجودون جميعا من مراجع النجف وكربلاء على الخيانه نفسها مثلما وصفهم صاحب الامر من انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون نبدا الحديث والبدايه من المقنعه والمقنعة هي الرسالة العملية للشيخ المفيد، الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، قبل وفاته بخمس سنوات التحق به الطوسي، فالطوسي جاء إلى بغداد من خراسان وتحديدا من مدينة طوس لما جاء إلى بغداد التحق بالشيخ المفيد في السنوات الخمس الأخيرة من عمر المفيد المفيد توفي في بدايات شهر رمضان سنة 413 للهجرة توفي في بغداد ودفن في المشهد الكاظمي الشريف المقنعة هي الرسالة العملية التي ألفها الشيخ المفيد للشيعه كي يعملوا بها هذه المقنعه الرساله العمليه للشيخ المفيد طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه واعتقد انني قرأت عليكم منها فيما تقدم من برنامجنا هذا صفحة 104 الشيخ المفيد يذكر دعاء التوجه وهذا الدعاء مستحب يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، هناك صيغ متعدده عندنا في كتبنا في الروايات والأحاديث بعضها بلسان التقية يأتي منسجما مع دعاء التوجه الذي يقرأه المخالفون في صلواتهم فهم أيضا في فهم أيضا في صلواتهم يقرؤون دعاء التوجه دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام فعندنا روايات بصيغ هي نفس صيغ المخالفين أو أنها بصيغ تقارب صيغ المخالفين وعندنا صيغ اخرى قطعا هي التي يريدها الائمه ومنها هذه الصيغه التي ذكرها الشيخ المفيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما على مله ابراهيم ودين محمد وولايتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء فجاء ذكر أمير المؤمنين وتحديدا ذكر ولاية أمير المؤمنين مضمون اشهد ان عليا ولي الله حنيفا مسلما على مله ابراهيم ودين محمد وولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب الى اخر ما جاء في دعاء التوجه وفي تسليم الصلاه بعد ان ذكر الشيخ المفيد تشهدا وتسليما مفصلا جاء في اخره السلام على الائمه الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد ان تسلم على رسول الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ثم تسلم على الائمه الراشدين السلام على الائمه الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتنتهي الصلاه الصلاه التي اولها التحريم وبعد التحريم يقرا دعاء التوجه الذي جاء فيه ذكر امير المؤمنين وتختم بالتسليم وهذا هو ختام الصلاه نسلم على النبي نسلم على الائمه الراشدين ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتنتهي الصلاه بحسب الرساله العمليه لشيخنا المفيد الطوسي هذا كتابه تهذيب الاحكام وتهذيب الاحكام كتاب معروف من كتبنا الحديثيه المهمه هذا الكتاب الفه الطوسي في حياه الشيخ المفيد لانه في الكثير من مواطن هذا الكتاب حينما يذكر الشيخ المفيد يعقب ذكر اسمه بايده الله تعالى فهذا يعني ان الشيخ المفيده كان حيا ربما اتمه واكمله بعد وفاه المفيد لكنه قطعا بدا بتاليفه في حياه الشيخ المفيد هذا الكتاب هو شرح للرساله العمليه للشيخ المفيد شرح بالروايات والاحاديث. اعتقد ان اكثر اصحاب العمائم لا يعرفون هذه المعلومه لانهم لا يقرؤون كتب الحديث ولا خبره لهم بكتب الحديث. هم غاطسون في قذارات علم الاصول وعلم الكلام وعلم الرجال وسائر القذارات من هذا القبيل في المنهج الناصبي القذر الا لعنه الله على منهجهم على منهج حوزه النجف الا لعنه الله على منهج حوزه الطوسي فهذا الكتاب تهذيب الاحكام هو شرح ل رسالتي المقنعه للشيخ المفيد هذا هو الجزء الاول وهذه الطبعه طبعه مكتبه صدوق طهران ايران ماذا يقول الطوسي في المقدمه بعد البسمله والتحميد والصلاة والتسليم على رسول الله وآله يقول ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله من أصدقاء الطوسي في أجواء حوزة المفيد ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا بأحاديث أصحابنا يعني من الشيعة أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاه والتضاد الى اخر كلامه الى ان يقول وسالني يبدو ان الذي طلب منه كان شخصيه مهمه ولذا استجاب له الطوسي والف هذا الكتاب المهم وسالني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله وهي كنية المفيد أيده الله تعالى هذا يعني أن التأليف ابتدأ في حياة الشيخ المفيد وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومه بالمقنعه لانها شافيه في معناها كافيه في اكثر ما يحتاج اليه من احكام الشريعه وانها بعيده من الحشو يبدو اننا ذاهبون الى فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينه لندن اعود اليكم بعد هذا الفاصل